أقيم في مدينة مأرب أربعينية الشهيد القائد العميد الركن زكي الحاج، والذي رحل إلى ربه بعد سنوات من النضال والكفاح المسلح في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وفي الأربعينية ألقيت عدد من الكلمات والقصائد التي تناولت مراحل النضال للشهيد الحاج في مختلف جبهات القتال في مواجهة الميليشيا الحوثية. وأشاد مستشار وزارة الدفاع لواء ركن محمد الحبيشي بنضال الشهيد وما سطره من بطولات خالدة في ميادين العزة والصمود، كما ثمن الدور التاريخي لمحافظة لحج في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، والتي كانت ولادة بالقادة الأبطال في كل مراحل النضال الوطني. محافظة لحج المحافظة المميزة الذي أنجبت كوكبة من القادة، وفي مقدمتهم الشارة الأولى في صفوف 26 سبتمبر تعرفوهم، وعلى رؤوسهم الشهيد الرمز راجح لبوزة، كانوا في مقدمة النضال بثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. فهذه المحافظة الأبية الذي أنجبت كوكبة من القيادات العسكرية، وكوكبة من المثقفين والأدباء والشعراء والقادة والجيش في كل ميادين الحياة في الجمهورية اليمنية كافة، سواء من ثورة 26 سبتمبر امتداداً إلى ثورة 14 أكتوبر، امتداداً إلى الوحدة اليمنية 22 مايو، امتداداً إلى آخر انقلاب الميليشيات الحوثية التي كان لهذا البطل الشهيد شرف النضال والتضحية في هذه المعركة الأخيرة. كان أبينا رحمه الله مدرسة لنا جميعاً، نحن وزملائنا في لواء الدفاع الساحلي من ضباط وصف ضباط وجنود، ومثالاً للقائد الشجاع المقدام. أثناء مشاركتنا معه في جبهات عدن وأبين ولحق والضالع وشبوة ومارب ضد ميليشيات الحوثي المعتدية، أصيب عدة مرات، وأصيبنا معه وأصيب واستشهد عدد من زملائنا في اللواء رحمهم الله في مختلف الجبهات والميادين. إن الدماء الزكية الطاهرة التي جاد بها أبطالنا في الجبهات، ومنهم شهيدنا القائد زكي عبد الله حسن، لن تزيدنا إلا إصرار وعزيمة على مواصلة المسير في الطريق الذي رسموه وعبدوه لنا بدمائهم الطاهرة نحو استعادة الدولة والجمهورية اليمنية بكامل سيادتها. ونحن أبناء الشهيد إذ نعاهدكم أننا على دربهم سائرون وعلى نهجه ماضون.